حذر البشر منذ 18 عاما من كوكب العذاب سقر التي تناوش أرضكم، وحذركم سنين عديدة من إعصار فيه نار يحرق غاباتكم ودياركم وأعاصير بحرية وأخرى قمعية وسيول تكتسحكم وطوفانات الماء تنهمر عليكم من السماء وصواعق لم تشهدوا مثلها يصيب الله بها من يشاء ويرحم من يشاء. ولكم أنذر وأنذر وحذر وحذر من براكين وزلازل وتصدعات الأرض من شدة الفيضانات وسيول الجبال وشظايا البرد من كسف الجبال، فلا رجعة للوراء. ودخلت الأرض في مجال الخطر من اقتراب كوكب العذاب سقر. ولكم حذركم من أسراب بعوضة الدم ما تسمونه فيروس كورونا، ولم يتناقض في بياناته ولو في نقطة واحدة. فلكم كلت يداه لكثرة ما أنذر العرب والعجم، وكم سهر الليالي والأيام وهو يكتب البيان تلو البيان، وهو يحاول أن ينقذ العالم من القادم العظيم. فهنا ستجدون الحل لتقوا أنفسكم من عذاب الله الواحد القهار. تعالوا نستمع إلى تفاصيل البيان العاجل للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، الصادر بموقعه على النت منتديات البشرى الإسلامية بتاريخ 24 من محرم لعام 1444، الموافق 22 من شهر أغسطس لعام 2022. البيان بعنوان عاجل إلى كل أنصاري وكل مسلم يوحد الله رب العالمين. التفاصيل تجدونها بالبيان على الموقع أو القناة الرسمية.